الله يرحم واحد من جماعتنا تندر ويا كان هنا بالكويت الله يتغمده برحمته. شو انت تندر ويا؟ قلت له تعال شو تقول هذا شو انت ما تسوي لهذا الشيء؟ قال لي شوف انا مثل الديج اودن وما اصلي. الله يرحمه رحمة الله يعني. كانت لاطف ويا رحمة الله يعني وفد على الله. على العموم اكو نوع من هالنوع. يا اخي يا اخي انت مثلا نفسك اعز الانفس عليك. انت لما تحاول ان ترشد الاخرين او تحاول ان تقول قول غير كون فعلك يصدق قولك. اذا فعلك ما يصدق قولك شن قيمة قولك؟ ها؟ كان الامام امير المؤمنين سلام الله عليه يقولهم اني لا امركم بالشيء حتى اأتمر به ولا انهاكم عن الشيء حتى انتهي عنه. لا تنسوا الإعجاب بصفحتي والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد. المرجع الإلكتروني للمعلوماتية، طريقك نحو المعرفة.